يا صباح الهنا والرزق وكل حاجة حلوة يا رب علينا جميعا وعلى النادي الأهلي يا رب. كل الأيام اللي جاية بعد فترة التوقف وبداية الموسم الجديد تكون بقى عودة لكيان النادي الأهلي وروح النادي الأهلي اللي احنا نعرفها، وعلى مدار تاريخ كبير وعظيم من البطولات إن شاء الله نرجع تاني ويعني نحقق المزيد والمزيد من هذه البطولات اللي بتسعدنا كلنا واللي كلنا ما عندناش يعني أي شك إن شاء الله هتعود مرة تانية. صباح الفل على حضراتكم. بونجور. بونجورين. صباح الفل عليكي. صباح العسل على مشاهدينا في كل مكان. بداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي إن شاء الله تكون حلقة النهاردة مفيدة بالنسبة لنا كلنا، وهنتعرف من خلالها أكيد على كل المستجدات وكل اللي حاصل على مستوى الرياضات المحلية والعالمية المختلفة. أكيد هنروح معاكم للصحافة الرياضية وتغطيات لكل تفاصيل النادي الأهلي بفروع المختلفة. كان عادة الكلام ده كله بيكون في الساعة الأولى. الساعة الثانية هينورنا في الجزء الأول منها الدكتورة دعاء بيرو عشان تكلمنا عن دور الرياضة في تعديل السلوك بشكل عام وبصفة خاصة عند الأطفال. فدي نقطة أعتقد أن كتير من الأهالي كتير من أولياء الأمور هيتهمهم التفصيلة دي. دي فقرة. الفقرة الثانية والأخيرة هيكون معنا من خلالها كابتن عادل طعيمة نجم النادي الأهلي السابق اللي هنتكلم معاه عن كتير من الأمور المتعلقة باللي جاي بقى إن شاء الله، إيه اللي هيحصل والفترة التوقف دي إيه اللي بيحصل فيها بالظبط، فتابعونا ان شاء الله. تاني الفقره الاولى هتبقى مهمه جدا لان انت برضو بتتطرق لفكره ان سلوك الطفل ازاي ممكن ان هو يؤثر بشكل سلبي جدا على حياته في المستقبل او بشكل ايجابي على حياته حسب ما الطفل بيتاسس في السنوات الاولى من عمره. ان هي دي الفتره يا كريم، انا بحس ان او يعني انا قريت على فكره كذا ارتكل مش احساس بس، هي دي الفتره اللي بتكون الشخصيه، يعني الفتره اللي بتتم تكوين فيها شخصيه الطفل بتكون تقريبا من عندك من 4 سنين لغايه 13 سنه. هي دي خلاص الشخصيه بتتركب هنا، كل حاجه حلوه ووحشه مر بيها، الحنان اللي اخده من اهله، صحيح. يعني كل حاجه بتبقى بعد كده بتترجم في تاسيس لشخصيته. فطبعا فقره اعتقد هتكون مهمه جدا لحضراتكم. احنا بنحاول من خلال 10 الصبح في الاهلي ان احنا نقدم كل حاجه بتهم يعني الاسره او الجماهير اللي بتتفرجنا، بنتكلم اتفرج علينا عفوا، بنتكلم عن الرياضه اكيد، بنتكلم عن جزء برده بيبقى ليه علاقه بالاجتماع، بنتكلم عن فكره هنا الصحه، والصحه مش بس الصحة البدنية، الصحة النفسية والسلوكية وغيره. فإن شاء الله تكون فقرة يعني مفيدة لحضراتكم. على كل حال خلينا نبدأ. وإحنا مبارح كانت اللقطة اللي واخدة يعني أكبر ترند على السوشيال ميديا تحديدا، واللي لقت استحسان كبير جدا عند ناس كتيرة، فكرة صلاح وهو بيعمل الفوتو سيشن طبعا للزي الجديد للفريق أو الطقم الجديد بتاع الموسم الجديد. يعني ناس كتيرة كانت بتقولك الله إيه ده، هو كان بيتصور ورفع علم مصر ودي حاجة حلوة ومش عارفة إيه، ناس تانية بتقولك ما ده العادي يعني ما إيه الموضوع في كده. بس بغض النظر عن الآراء المختلفة، بس هي حاجة حلوة إن أنت النجم بيمثل مصر في محافل دولية، نجم رفع اسم مصر في العالم كله، مثال وقدوة لجميع من الشباب أو يعني فئة كبيرة من الشباب في العالم. فحلو إن أنت برضو علم بلدك بيترفع. خلي بالك ده بيندرج تحت يعني اللي دارس سياحة ودارس ماركتينج، ده بيندرج تحت فكرة إن الترويج للسياحة بشكل لحد ما إندايركت. أنا لما حتى بعمل إيفنت والناس بتيجي تصور بعد كده بيتحط على السوشيال ميديا يا كريم، ما هو ده ماركتينج، بس ماركتينج بطريقة إندايركت. يعني فكرة إن آيكون يجي ويحط مثلا صوره الاهرامات او غيره، هو روج لي على فكره للسياحه، هو كده روج لي للسياحه. انا كان ممكن اصرف ملايين عشان اتم الترويج للسياحه عندي، بس الصوره دي جابت ملايين الفولورز والملايين اللايك. فدي حاجه حلوه، وزي ما بيتقال كده برضو بيبقى فيه زي قوه ناعمه، ده يعتبر طبعا قوه ناعمه بتبقى اي دوله في حاجه ليها. فانا لقطه عجبتني طبعا. بصي لقطه جميله وبرضو متوقعه، وده العادي بتاع محمد صلاح. محمد صلاح يا حضرات هو نقدر نقول عليه انه سفير مصر في العالم كله، مش حتى سفير مصر مثلا في انجلترا، لا هو سفير مصر في العالم كله. الحقيقه محمد صلاح مش مجرد لاعب كره قدم عادي تقليدي الشكل الكلاسيكي المتعارف عليه، احنا بنتكلم على ايقونه رياضيه مصريه بتعبر عن البلد دي وقدره البلد دي على تقديم علماء وفنانين ورياضيين يقولوا للعالم كله ان مصر دوله كبيره. والكلام ده مش مجرد شعارات، محمد صلاح بيأكد ان الكلام ده مش مجرد شعارات، هو بيطبق الشعارات دي انجاز التعبير على ارض الواقع، وكل مره بيطبقها فيها احنا بنسعد اكيد وبنفخر كلنا كمصريين. برضو عايزين نعلق على ردود الافعال تجاه محمد صلاح بسبب انه ما دخلش حتى هذه اللحظه الى قائمه الهدافين في البريمير ليج. محمد صلاح يا جماعه واخد يعني او حقق لقب هداف البطوله 3 مرات في 5 سنوات، فعادي جدا انه مستواه تراجع شويه. لكن الحاجه الاكيده واللي كلنا اكيد ما عندناش شك فيها انه ان شاء الله وبسرعه شديده هيرجع بمنتهى القوه عشان
ده العادي برضو بتاع محمد صلاح. احنا دورنا ايه؟ دورنا ندعمه. يعني كفايه ان اي مدرب منافس بيلعب قدام ليفربول عاده بنلاقيه واضح جدا هذا الامر، بيكون انه يعني موفر له 2 أو 3 لعيبه بس عشان يراقبوا محمد صلاح في الملعب. فاكيد حاجه محترمه جدا ان احنا يكون عندنا لاعب بالكيفيه دي وسلوكياته كمان بالاحترام ده. فطبعا اكيد بنتمنى له المزيد من النجاحات، وكلنا اكيد وراء فخر العرب. بص انا بقول لك على حاجه، يعني او اتكلمنا في الموضوع ده انا وانت قبل كده، قصه ان نادي كبير او رمز كبير او كيان كبير واخد ان هو دايما يبقى بيحقق انتصارات و الى اخره، الناس فاكره ان ده ما يسمحلوش ان هو يجي في فتره يعني يتعثر. على فكره في الاول وفي الاخر هي قانون الطبيعه كده، ما ينفعش حد يبقى على طول ناجح، ما ينفعش حد يبقى على طول اون ذا توب، ما ينفعش حد يبقى على طول يعني مرتاح بغض النظر بقى عن الموضوع. ف ما فيش حاجة اسمها كده، ده هي دي الحياة، ولازم على فكرة ده يحصل علشان يبقى فيه زي إعادة طاقة مرة تانية وإعادة انطلاقة مرة تانية. ده الطبيعي. وبصوا حضراتكم قيسوا ده على كل حاجة في الدنيا حتى في الرياضة، شوفوا النوادي اللي كانت بتحقق بطولات ودوريات وكؤوس لازم يحصل لها دروب، قيسوا على ده النادي الأهلي لازم هيجي فترة يحصل لنا دروب. بس النقطة هنا إزاي بترجع تاني، أو الكامباك بتاعك من شخص لشخص بقى هي دي اللي بتفرق. أنا برجع أقف على رجلي بعد قد إيه، أنا ما بتكسرش، أنا ممكن أتعثر لكن ما بتكسرش، هي دي اللي بتفرق بني آدم عن بني آدم. فمحمد صلاح من الناس طبعا في انتقاد على فكرة فعلا لأدائه، وخصوصا مع المباراة الأخيرة بالأمس مع إيفرتون، وناس بتقولك هو هيستمر بقى كده ولا لا. النقد اللي موجود اللي ممكن يبقى بيزد على حاجات كتيرة، ممكن منها يعني غيرة ممكن. فعلى كل حال طبيعي جدا ده يحصل، وطبيعي جدا ان هو هيرجع يقف على رجليه، وحصلت قبل كده وهتحصل تاني. فيعني القصة مش حاجة يعني هو المفروض يقعد يكسب لنا على طول وياخد كل البطولات على طول ويفوز بالمراكز الأولى على طول، يعني ده يبقى خارق بقى ما يبقاش إنسان يعني. على كل حال تعال بقى نروح ل هو بصي يعني ان جيتي الحق هو خارق بالفعل، يعني مش لسه هيثبت ده، هو عامل ده بالفعل بس انسان at the end، يعني انسان خارق. بصي حلو كده، اللي انت بتقوليه ينطبق على افراد، يعني لو بنتكلم على عالم الرياضه ودنيا الرياضه ينطبق على افراد وينطبق على فرق وينطبق على منتخبات. ولو هنروح بعيد مش هنروح بعيد، لسه بنتكلم الفتره الاخيره على برشلونه واللي حصل فيها ومع على فرق ثانيه العادي ان كل فرقه منهم طبعا نجوم كبيره جدا، ايه المشكله يعني. تعال بقى نروح لخبر بعد كده وخماسي، الخماسي الحديث للشباب واللي بقى لنا فتره عمالين نتكلم دلوقتي مع حضراتكم في الانجازات العظيمه جدا اللي بيحققها شبابنا، كمان شباب يعني الرياضيين المصريين في البطولات المختلفه وفي المحافل المختلفه. عايز اقول لحضراتكم يعني النهارده في خبر فعلا مفرح وكلنا لازم نفرح، لان ده حاجه احنا كنا بنقول يا ريت يا ريت يا رب، لا فعلا في نجاح مبهر حققته لاعبات الخماسي الحديث. فازت في، خليني اقول لحضراتكم برضو بالاسامي كده، ملك اسماعيل وزينة عامر كان بذهبيه التتابع سيدات ببطوله العالم للخماسي الحديث. بنتكلم في بطوله العالم يا كريم، ما هياش حاجه مثلا كده محليه للشباب والشابات تحت 19 سنه، طبعا هي مقامه في ايطاليا وانا وكريم اتكلمنا عنها وغطيناها الفتره اللي فاتت من 3 ل 11 سبتمبر الجاري. طيب خلينا نقول بلغه الارقام، ملك وزينة كانوا في المركز الاول برصيد 989 نقطه، ده يعتبر يعني برضو رقم كبير جدا وانجازات عظيمه جدا. وبتتكلم برضو تاني في رياضات يمكن ما كانش فيه تسليط للضوء عليها في الفتره اللي فاتت، لكن مؤخرا الابطال بتوعها هم اللي اجبرونا ان احنا نسلط الضوء عليهم. خلينا ناخد عشان مزيد من التفاصيل كابتن والاستاذ شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث. يا مسيو بونجور جدا والف مبروك، وبجد حاجه والله العظيم لما بنسمعها بنفرح، لان مش ده الانجاز الوحيد، احنا لسه عندنا انجازات في رياضات مختلفه، لكن في الخماسي الحديث برضو كان لنا العديد من الحوارات يعني السابقه. لا في شوط كبير وفي باع كبير وفي انجازات بتحقق يمكن في كل بطوله عن اللي قبلها. نشكركم طبعا على تسليط الضوء على الخماسي وابطالنا، مبروك مصر كلها طبعا، انجاز ورا انجاز في العاب كتير الحقيقه، مش بس بالظبط حاجه مشرفه حاجه رائعه، سواء على مستوى الافريقيه او على مستوى البحر الابيض او مستوى العالم. مصر هي يعني دايما كده مشرفانا، وابطالهم ابطالنا مشرفينا في كل حته. الخماسي الحديث احنا بنلعب زي ما حضرتك قلت بطوله العالم للشباب تحت 19 و17 سنه، الاثنين بتلعبوا بالتوازي في نفس الوقت في ايطاليا من 3 ل 11 9. كان عندنا اول يوم الحقيقه
تتابع الرجال، ومصر كانت المصنف الاول هي، انما فريقنا المكون من معتز وائل ومحمد شريف يعني ادوا اداء مش قد كده في السلاح، لعبه واحده الحقيقه حاولوا يعوضوا بعد كده، خلصوا في المركز الرابع فرق نقطه واحده على المركز الثالث. والحقيقه احنا كنا زعلانين جدا ان ازاي احنا المصنف الاول نطلع الرابع، بس دي رياضه. ثاني يوم الحمد لله زينة عامر وملك خالد احرزوا لنا بالذهبيه وباداء ولا اروع، تصدروا البطوله من اول السلاح في المركز الاول الى السباحه ثم الرمايه ثم الجري، لا حتى مخلصين في الفينش مش بازلين 100% من الجهد لانهم كانوا ضمنوا الميداليه الذهبيه. دي حاجه رائعه. النهارده برضو بيمثلنا في الزوج المختلط سيف البنداري وحبيبه رمضان، نتمنى لهم التوفيق والوصول لمنصات التتويج. منصات التتويج بقت في الخماسي الحديث شيء طبيعي، يعني اللي ما بيوصلش ميداليه بيبقى زعلان، بس موجود اكثر من 50 دوله. انما ده بقى الطبيعي بتاعنا، احنا في الخماسي الحديث بقينا من اقوى 3-4 دول في العالم، ده شيء معروف. احنا رقم واحد في التنظيم في البطولات العالميه في الفتره الاخيره، بالذات الفتره اللي كان فيها كورونا مصر نظمت بطولات عالم كثيره على مستوى الكبار والناشئين والشباب، وحاليا اولادنا هم بيادوا اداء اكثر من رائع. احنا عندنا 32 لاعب ولاعيبه واداري ومدرب موجودين في ايطاليا حاليا على مستوى تحت 19 وتحت 17، فاحنا عندنا خمس ولاد وخمس بنات في 19 وكمان في 17. طيب كابتن شريف اسمح لي اقول لحضرتك او اسالك في نقطه معينه، حضرتك بتتكلم ان احنا متفوقين في هذه الرياضه وده امر يعني مش جديد، بس ما كانش في حصد ليه العدد ده من البطولات والميداليات برضو بهذا الشكل دلوقتي؟ يعني في طفره على الارض حاليا موجوده، يهمنا احنا برضو كجماهير كمصريين نعرف ازاي ممكن يحصل طفره في الرياضه عامه، واحنا بنتكلم هنا عن الخماسي الحديث، هل في دعم اكتر مثلا حصل؟ انا بتكلم مش دعم بس معنوي، دعم مادي، هل اصبح هناك في اجنده مثلا اكتر موضوعه بتنظيم، يعني بقى في معسكرات، بقى في صرف اكتر، يعني استعدادات؟ خليني اعرف منك برضو. طيب الموضوع مش موضوع معسكرات او كثره اللعب في البطولات او المعسكرات الخارجيه او الموضوع الحقيقه يعني في جزء اداري بحت مهم جدا. لا حضرتك تعلي صوتك معلش يا كابتن شريف انا مش سامعه. بقول الموضوع مش مالي فقط لا غير، الموضوع في جزء منه اداره مهمه جدا وجزء مالي مهم جدا. الحقيقه الخماسي الحديث من 2017 بطوله عالم في 2017 حتى تاريخنا ما فيش بطوله عالم كبار ناشئين شباب الا ما موجوده على منصه التتويج على الاقل مره واحده، سواء في تتابع او في فردي رجال فردي سيدات فرق ايا كان. دلوقتي الميداليات بتزيد، الموضوع مش بس ان احنا نبقى على البوديوم، لا احنا عايزين نبقى على منصه التتويج اكثر من مره. فاحنا حتى بطوله العالم دي المتوقع ليها ان مصر تحصد على الاقل 3 أو 4 ميداليات، ده باقل تقدير. فان شاء الله على نهايه البطوله يكون لنا لقاء ثاني ويكون مصر جايبه أكثر من ميدالية متصدرة كمان التيبل بتاع الميداليات. الماليات هي أهم حاجة، فعلا كان في جهد كبير جدا من الاتحاد وكمان وزارة الشباب والرياضة في الدعم المالي للاتحاد الخماسي الحديث في الفترة الأخيرة، وده أدى إن احنا قدرنا نعمل حاجات أكثر بكثير، دعمنا مدربينا بشكل أكبر، ثقفناهم بشكل أكثر، طبعا كان ان احنا نجيب افضل ادوات للاعبين عشان يلعبوا بيها كويس، يعني الامكانيات تم توفيرها وده يمكن كان ليه انعكاس كبير جدا برضو. يعني كل التوفيق ليكم ان شاء الله كابتن شريف، نتمنى مزيد من التالق زي ما حضرتك كنت وعدتنا قبل كده وفعلا حصل دلوقتي، نتمنى المزيد باذن الله كمان في الفتره اللي جايه. بشكرك جدا كابتن شريف العريان، حاجه حلوه قوي يا كريم انك تسمع حاجه زي كده بصراحه. لسه هنسمع كمان الناس الجميله اللي بيتابعونا المزيد من الاخبار. معانا النهارده فعلا اخبار كتيره جدا حقيقي، وحقيقه النجاحات يعني متعدده بتحققها المنتخبات المصريه في الرياضات المختلفه. تعالوا نروح دلوقتي لمنتخب مصر للتنس الطاوله سيدات اللي فاز بذهبيه الفرق في بطوله افريقيا المقامه حاليا في الجزائر واللي هتستمر ان شاء الله حتى 9 سبتمبر الجاري. ده حصل بعد ما تغلب منتخب مصر على نظيره التونسي بنتيجه 3-0 في النهائي، حيث مثل مصر اللاعبات دينا مشرف وهنا جوده ويسرى حلمي، وكان منتخب السيدات اتاهل للنهائي بعد ما فاز على منتخب الجزائر بنتيجه 3-0. كمان توج منتخب رجال تنس الطاوله بذهبيه البطوله الافريقيه بعد التغلب على الجزائر بنتيجه 3-1 في نهائي هذه البطوله، يعني ذهبيتين في هذه البطوله، مليون مبروك وحاجه جميله جدا.
تعالى بقى من الخبر الحلو ده نروح لخبر تاني وناشئات الطايره، وبرده يعني مش مقصرين بجد والله. وناشئات هنا الطايره بنتكلم بقى سيدات طبعا، ناشئات يعني اكيد اتفهمت من الجمهور. بدي بس يعني بجد من الاخبار الحلوه جدا. وانا بقى هتكلم عن الرياضه النسائيه، توج منتخب مصر هنا لناشئات كره الطايره، بنتكلم برده تحت 19 سنه ببطوله افريقيا المقامه ب نيجيريا، وبرضو اتكلمنا عنها وفازوا على الكاميرون 3-1 في كانت المباراة النهائية، وده كان برضو بعد ما منتخب مصر للشباب تغلب على تونس 3-1 في نهائي بطولة إفريقيا عشان بعد كده يتوج بلقب البطولة الأفريقية لكرة الطائرة للشباب تحت 21 سنة اللي مقامة كانت بتونس. يعني عندك هنا بطولتين لمنتخبين للسيدات، فبجد كل الشكر كل التقدير وكل الاحترام. وأنا يعني من الناس اللي ببقى سعيده جدا بفكره هنا بجد الرياضه النسائيه، ان هي مؤخرا عامله طفره يا كريم غير مسبوقه. تاني طبعا احنا عندنا المشاركه الرياضيه في مصر، لو رجعت بالتاريخ كده كان في زمان كنا بنشارك كمان في الثمانينات، شاركنا قبل كده على فكره في الاولمبياد كان في سيده مشاركه، لكن ما كانش في الطفره دي. دلوقتي اصبحت ثقافه مختلفه الى حد كبير، واثرت على حصد مصر للميداليات المختلفه يعني والرانكينج بتاعها عالميا، فده كله اعتقد شيء مفرح جدا. يعني ده احنا في حلقه النهارده لوحدها من اول ما والله عمالين نتكلم كله على سيطره نسائيه، ولسه في اخبار سيطره نسائيه بحته يعني. كمان بصي عايزه اماره جديده، خدي عندك الخبر اللي جاي. كمان في تصدر للمصريات في عالم الاسكواش، في 10 لاعبات مصريات بيشاركوا في بطوله هيوستن الذهبيه المفتوحه لسيدات الاسكواش اللي تنطلق النهارده ان شاء الله في ولايه هيوستن الامريكيه، واللي هتستمر خلال الفتره من 6 وحتى 11 سبتمبر، والبالغ مجموع جوائزها 110 الف دولار امريكي. ضمت قائمه المنتخب المصري في هذه البطوله كل من نوران جوهر المصنفه الاولى عالميا، روان العربي المصنفه الثالثه للبطوله، سلمى هاني المصنفة الخامسة، نور الطيب المصنفة السابعة، بالإضافة إلى نادين شاهين ومريم متولي وهنا رمضان ونور أبو المكارم وسنة إبراهيم وفيروز أبو الخير. سيطرة نسائية بحتة. تأهل كمان بالمناسبة كل من نوران جوهر وروان العربي وسلمى هاني ونور الطيب إلى الدور الثاني مباشرة، بينما جاءت مباريات باقي اللاعبات المشاركات في الدور الأول كالتالي: تلتقي فيروز أبو الخير مع مواطنتها المصرية هنا رمضان، كما تواجه نادين شاهين المنافسة الأمريكية هالي مانديز، وهتلعب مريم متولي مع الكندية نيكول بانيان، وأخيرا تختتم مشاركة المنتخب المصري في الدور الأول بمباراة مصرية خالصة هتجمع ما بين سنة إبراهيم ونور أبو المكارم. كلام جميل. تعال بقى نروح لحاجة تانية باسمها بطولة نقابة الصحفيين للألعاب الترفيهية، دي طبعا تحت يعني رعاية وزارة الشباب والرياضة. سمعنا قبل كده عن كذا حاجة زي كده اللي هي بطولة خاصة بالوزارات المختلفة، دوري الوزارات وكده، لكن نتكلم دلوقتي في بطولة أو يعني نجاح بطولة نقابة الصحفيين للألعاب الترفيهية. هي اختتمت خلاص البطولة يعني اختتمت، وكانت مفروض الألعاب الترفيهية دي اللي هي الطاولة والدومينو والفوتبول تقريبا اللي هي البيبي فود دي، اللي اقيمت بمركز شباب الجزيره. وعايزه اقول لحضراتكم يعني في منها كان 200 صحفي مشارك، فيعني عدد برضو حاجه لطيفه جدا. بس الحلو فيها سيبك من الرياضات وان هي حاجه بالظبط اللي انت بتبريدج ذا جاب، او ان انت بتعمل صله حلوه كمان ما بين الكيانات والاجهزه المختلفه، دي حاجه حلوه. يعني لو نعمل دوري للقنوات برضو يبقى لطيف. عايز تحس كده ان احنا كل واحد بيشتغل لوحده، لا لو عملنا حاجه زي كده الناس بتعرف بعض بتقرب طبعًا. يعني بتفرق طبعًا. كتير جدا، فحلوه طبعا. هي طبعا على سبيل الترفيه برضو بتلعب دومينو وحاجات، ما هياش يعني جري او عايز اقول لك بره من زمان قوي في معظم الدول الاوروبيه بيعملوا النوع ده من النشاطات حتى على صعيد الشركات والمكاتب المختلفه. وبيعملوا اجواء تنافسيه لطيفه جدا ما بين الزملاء والزميلات، فبتبقى طبعا لطيفه وبيبقى لها انعكاس ايجابي جدا على العمل. بالظبط طبعا صحيح. طبعا الكوميونيكيشن حلو قوي والتواصل حلو قوي ما بين الكائنات المختلفه، حتى لو مش بنشتغل في نفس الانتيتي او في نفس المبنى، بس بما ان احنا بتربطنا حاجه واحده ليه لا، بالعكس ده بيبقى كويس جدا وبيجيب فايده بعد كده في شغلك، بيجيب فايده للعمل نفسه. فيعني تعالي افكرك بقى بذكرى لطيفه، ومش انا اللي هفكرك بيها الحقيقه، هي الصفحه الرسميه للاتحاد الافريقي لكره القدم هي اللي هتفكرنا باللقطه اللطيفه دي. يعني كاف الحقيقه يعني كانت لقطه لطيفه جدا، ذكرى هدف طاهر محمد طاهر لاعب النادي الاهلي امام الرجاء المغربي في كاس السوبر الافريقي الماضي. نشرت يعني الصفحه على حسابها على موقع تويتر مقطع فيديو لهدف طاهر محمد طاهر، وعلقت عليه قائله: هدف من ذهب.
لو تفتكروا كان طاهر محمد طاهر سجل هدف مهم جدا في الدقائق الاخيره امام الرجاء المغربي، قاد الفريق المصري وقتها للتتويج بكاس السوبر الافريقي، وتوج النادي الاهلي بلقب السوبر الافريقي بعد ما فاز على الرجاء المغربي بنتيجه 6-5 في ركلات الترجيح في مباراه السوبر الافريقي. كان ماتش ما يتنسيش الحقيقه. بص هقول لك على حاجه، الماتشات اللي زي كده لازم بيتم تجميعها بجد والله، والاجواء اللي زي كده والذكرى اللي زي كده بيتم تجميعها، ومنها برضو القضيه بتاعه قفشه والحاجات دي، يعني دي برضو هنفتكرها على فكره يعني في السنوات اللي جايه. بس احنا اوريدي بنعمل عندنا في الارشيف وفي الديسك عندنا بنعمل، او في المكتبه يعني بنعمل تجميع لافضل الاجوال والذكريات اللي هي لا تنسى. فيعني طبعا جول محمد طاهر، محمد طاهر انت بتتكلم عليه برضو من الميموريز الحلوه جدا، واللي كانت وفي وقتها عارف كده ما يجي جول في وقته كمان كان وقتها جدا. والله العظيم عايزه اقول لهم اللي بيحصل قبل كل فاصل، يعني قبل كل فاصل كريم طلعينا انت فاصل، طلعينا انت الفاصل، لو بحس يعني والله بجد بتطلع ايه المشكلة حلوة. يعني الفواصل بتطلع حلوه بينك، هنعمل ايه؟ ما هي مره انا ومره انت. المره دي دورك. فاصل ونرجع نكمل. اهلا بيكم مره ثانيه، تعالوا نروح على طول على مقر النادي الاهلي في الجزيره ونعرف سلا حامد هتعرفنا على ايه من المستجدات اللي حصلت في النادي الاهلي وفرقه المختلفه. سلا صباح الفل عليكي واهلا بيكي، اتفضلي سامعينك. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواندو على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وطبعا زي ما انت قلت يا كريم حاليا انا متواجده داخل لمقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. بس خليني قبل ما اتكلم عن الاخبار المتعلقه بجميع فرق النادي الاهلي الرياضيه، خليني اقول لكم ان النهارده ان شاء الله مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، الكل النهارده هيكون متواجد، والكابتن محمود الخطيب بالعقد اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة إن شاء الله في تمام الساعة 4 عصرا، والاجتماع هيكون في قاعة الخاصة بالاجتماعات في المبنى الاجتماعي في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يمكن النهاردة إن شاء الله الاجتماع هيكون يعني مع كابتن خطيب وكل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي لمناقشة يعني كل الأمور الخاصة بالنادي الأهلي، وطبعا الملفات والموضوعات المهمة اللي تخص جميع الفرق الرياضية وبالأخص الفريق الأول لكرة القدم، وتحضير يعني مصيره الفترة القادمة، وطبعا يعني مين المدير الفني الجديد، وطبعا كمان القائمة اللي هتضم يعني جميع اللاعبين للموسم الجديد. فكل ده النهاردة إن شاء الله هيناقشه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في اجتماع اليوم. خليني بقى أروح لجميع أخبارنا النهاردة وأبتدي معاكم بأخبار الفريق الأول لكرة اليد سيدات تحت قيادة الكابتن محمد عادل. يمكن النهاردة إن شاء الله يعني سيدات كرة اليد هيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي، النهارده التدريب هيكون الساعة 6 استعدادا للمباراة القادمة، وهتكون في الجولة الثانية من بطولة الدوري العمومي لكرة اليد سيدات. يمكن المباراة القادمة أو يعني الجولة القادمة هتكون أمام نادي الزمالك يوم السبت المقبل، والمباراة يعني هتقام على صالة الأمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي الأهلي في تمام الساعة 6 مساء. ويمكن كمان يعني بخصوص الفريق الأول لكرة اليد سيدات، يمكن امبارح الكابتن خالد العوض أعلن عن تجديد عقود 15 لاعبة في صفوف الفريق، ويمكن ده يعني لمدة 4 مواسم مقبله. يمكن كمان يعني اكد الكابتن خالد العوضي امبارح في تصريحاته انه التجديد العقود اللاعبات دي يعني كان في اطار توجيهات من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، يعني للحفاظ على لاعبات النادي الاهلي واللي يعتبروا من العناصر الاساسيه في صفوف الفريق، وطبعا عشان يعني يحصدوا الجميع البطولات الفتره القادمه وجميع الالقاب يعني في الموسم الجديد، سواء بطوله الدوري بطوله منطقه القاهره او بطوله كاس مصر. فحابب يعني كابتن محمود الخطيب وجميع مجلس إدارة النادي الأهلي إن هم يحافظوا على جميع لاعبات النادي الأهلي للموسم الجديد. يمكن كمان خليني اقول لكم مين هم ال 15 لاعيبه، يمكن البدايه مع كابتن الفريق نصر عيد، امينه عاطف، غاده حسام، امنيه عادل، رنا محمد، دعاء حلمي، دينا خالد، ساره حسام، ليلى حماد، شهد الشواربي، ليلى شريف، فرح حازم، الاء يعني صابر، ومنه الله سيد، واخيرا رحمه محمد. دي كانت كل اللاعبات اللي جددوا عقودهم مع النادي الاهلي. خليني بقى اروح لكره السله
سيدات وتحت قيادة الكابتن طارق خيري. النهاردة إن شاء الله عندهم تدريب الأول، يعني بعض التدريبات في صالة الجيم الساعة 6، بعد كده تدريب الساعة 7 باسكت كرة السلة في صالة الشهداء بمقر النادي، استعدادا لمباراة القادمة واللي هتكون يعني مباراة ودية مع نادي الصيد لتاني مرة، ولكن النهاردة أو بكرة إن شاء الله يعني المباراة هتكون على صالة الشهداء في مقر النادي الساعة 6، وده يمكن ده في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد. ويمكن زي ما قلت قبل كده في بداية الموسم الجديد هتكون أول بطولة لسيدات كرة السلة، وهي بطولة منطقة القاهرة اللي هتنطلق إن شاء الله يوم 20 من الشهر الجاري، ويمكن أول مباراة للنادي الأهلي هتكون يوم 21 مع نادي مدينة النصر في تمام الساعة 6 مساء، وهتكون على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. يمكن كمان خليني أقول لكم إنه يوم الحد اللي فات ده يمكن وصلت الوفد الجديد أو المحترفة الأمريكية الجديدة لفريق كرة السلة جامي نارد، ويمكن هي المحترفة الأمريكية وصلت يوم الحد اللي فات، ويعني النهارده او بكره ان شاء الله يعني بنسبه كبيره هتكون متواجده لتوقيع العقود بشكل رسمي وللانضمام لتدريبات الجماعيه مع فريق النادي الاهلي ومع لاعبات النادي الاهلي، عشان ان شاء الله يعني تكون متواجده في اول بطوله للاعبات النادي الاهلي وهي بطوله منطقه القاهره. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده كمان خليني اقول لك يا كريم واقول لك انا هوند انه امبارح النادي الاهلي اعلن عن انطلاق بطولته التنشيطيه السادسه لبراعم السباحه وكره الماء من يوم 8 ليوم 10 سبتمبر. يمكن البطوله دي بالنسبه لبراعم السباحه هتكون لمواليد 2012 2013 بمشاركه 1000 لاعب او 1000 سباح وسباحه في فرع النادي الاهلي بمدينه النصر، وبالنسبه لكره الماء هتكون لمواليد من 2010 ل 2014 بمشاركه 300 لاعب في مقر النادي الاهلي بالجزيره. ويمكن كمان يعني المميز في البطوله دي خليني اقول لك يا كريم واقول لك يا هوند انه اللي بيميز البطوله دي انه البطوله دي بتحمل اسم الراحل الكابتن طارق الصغير، وهو يعني لاعب كره الماء السابق في النادي الاهلي رحمه الله عليه. يعني البطوله دي بتحمل اسمه تكريما ليه ولما يعني قدمه طوال مسيرته في النادي الاهلي سواء كلاعب كمدرب او كمسؤول في النادي الاهلي بالاخص في قطاع كره الماء بالنادي الاهلي. يمكن دي يعني كريم هوند كانت كل اخبارنا النهارده بخصوص الفرق الجماعيه وجميع الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي، وطبعا اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي النهارده اللي هيكون في تمام الساعه 4 عصرا. اكيد انا معاك يا كريم ومعاك يا هوند لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. شكرا جزيلا ليك زميلتنا العزيزه ساره حامد على هذه التغطيه. ودلوقتي بقى نروح معاكم على الصحافه الرياضيه. الصحافه الرياضيه النهارده هنقراها من جريده الجمهوريه وزميلتنا العزيزه نورهان طمان، وهيكون معاها ضيفنا والاستاذ الصحفي الكبير اكيد حسام الغرباوي. بنستمتع برضو بقراءه الصحافه معاه. يعني نورهان بونجور، صباح الخير والفل عليك يا استاذ حسام. ومن الاخبار اللي مش معاكي لكن هي كانت معانا امبارح، معلش انا هضيفه هنا لو تسمحي انك كمان تستفسري لنا من استاذ حسام، فكره هنا ما يعني يثار مؤخرا حول اداء محمد صلاح والبعض اللي بينتقد ان هو مش في افضل حالاته، ازاي استاذ حسام ممكن يرد على هذه النقطه لان هي انت عارفه عامله يعني جدل كبير جدا على السوشيال ميديا؟ اتفضلي يا نورهان. يا صباح الخير يا نهواند، وصباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا زي ما قلت يا نهواند من مقر جريدة الجمهورية نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم، ومعانا الناقد الرياضي حسام الغرباوي طبعا للتعليق على أخبارنا. وخلينا نروح لأول منشات معانا من جريدة الأخبار، اتحاد الكرة يخاطب كاف لعودة تنظيم دورات المدربين. أما تاني منشات معانا من الجمهورية، فاز بالدوري العربي، طلعت يكرم منتخب مصر للرياضة الإلكترونية. وثالث منشات معانا من اليوم السابع، السفير المصري بأوغندا يستقبل بعثة فيوتشر في مقر إقامة الفريق. أما آخر منشات معانا من يلا كورة، مؤمن زكريا يكشف كواليس مفاجأة صلاح واحتفاله مع لاعبي ليفربول. وزي ما قلت يا نهواند طبعا الحديث عن محمد صلاح لا ينقطع حتى لو مش معانا في نشرة النهاردة أخبار عن نجمنا المصري، ولكن طبعا أخباره طول الوقت بتهم كل عشاق ومحبي الكرة المصرية والعالمية. ومعانا طبعا للتعليق على أخبارنا وطبعا هنسأله في اللي أنت قلتيه يا نهواند التعليق على أخبارنا الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي بجريدة الجمهورية. برحب بحضرتك معانا في شاشة قناة النادي الأهلي. أهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير. البداية خلينا نقول اتحاد الكرة يخاطب كاف لطبعا عودة تنظيم دورات المدربين. التدريب في مصر، يعني احنا شفنا في وقت من الأوقات منتخب مصر بيقوم على وبيحقق إنجازاته على يد مدرب مصري. احنا طبعا يعني يمكن تجربتنا بعد طبعا كابتن حسن شحاتة ما كانتش أفضل شيء. شايف التدريب أو المدربين المصريين إزاي في الفترة الحالية؟
طبعا هم التدريب المصري والمدربين في منهم اكفاء كتير جدا وواضح طبعا مع انديتهم المحليه يعني، وده شيء طبيعي ان اتحاد الكره يطالب باعاده وتاهيل المدربين المحليين عشان نرجع تاني ايام المعلم حسن شحاته وغيره من المصريين اللي هم قادوا المنتخب بشكل جيد. وده طبعا تم مع مدير الكابتن جمال محمد علي مدير التدريب، وطبعا هيبقى محتاجين ان احنا ناخد كل الرخص المتواجده طبعا الاي بي والسي والغير البرو، ولازم طبعا ان ده هيكون المدربين كلهم في حاجه ليها، ولكن طبعا بيبقى اعدادها محدود جدا خاصه الاي والبرو بيبقى مثلا ما بين 25 مدرب و20 مدرب وعدد ساعات معينه لازم يحصلها طبعا، وتاريخ اذا كان هو لازم يكون مارس كره القدم لازم بيبقى له عام من عام لعامين كمدرب بحيث ان هم يتسمح له بده، وده طبعا هيرفع الكفاءات كتير سواء للمدربين او المحاضرين المصريين، وهو ده اللي احنا بصراحه بنسعى ليه، لان احنا عايزين بعد كده المنتخب بتاعنا يبقى هو كله منتخب مصر من اول المدير الفني لغايه اصغر. طيب تاني خبر معانا عن الرياضات الإلكترونية. يمكن في الفترة الأخيرة التكنولوجيا بقت متوغلة في حياتنا بشكل كبير، والرياضات الإلكترونية برضو مش بعيدة عن ممارسة الرياضة فعليا، وفيه اهتمام كبير جدا من الشباب ليها. منتخب مصر بيحقق الدوري العربي، شايف الخطوة دي إزاي؟ طبعا دي خطوة مهمة جدا. كل الألعاب الإلكترونية تعتبر عصب الحياة دلوقتي، الإلكترونيات في حد ذاتها ايه موجود في المجال ما فيهوش الكترونيات، وطبعا ده التشجيع اللي حصل لمنتخبنا ده او للفائزين ده شيء جميل جدا، لان هيلفت نظر حتى الشباب المصري اللي ان شاء الله هو هيشارك في بناء مصر، هيبقى هيتجه لهذه الافكار الجيده. وطبعا اللاعبين المصريين قدروا ان هم يتفوقوا على البحرين والامارات في البطوله دي، وده شيء طبيعي ان هيبقى دفعه قويه للمجال ده وفي كل المجالات الموجوده في مصر من خلال الالكترونيات يعني. طيب ثالث منشات معانا عن فيوتشر ومشاركته في الكونفدراليه. شفنا فرق غير الاهلي والزمالك بتشارك في البطولات الافريقيه في الفتره الاخيره، توقعاتك لفيوتشر في هذه البطوله؟ طبعا احنا بنتمنى للكابتن علي ماهر ان هو يحقق انجاز كبير لاول مره ليه هو طبعا، وهو طبعا حاطط ده في ذهنه كويس جدا من خلال تعليقاته واستعداداته للقاء القادم ان شاء الله في الدور ال64، وان شاء الله طبعا اللافته من السفير المصري هناك لاستقبال البعثه ده ادى دفعه معنويه كبيره جدا للاعبين، وان شاء الله باذن الله يكسب ويكمل وينافس على البطوله باذن الله. طيب كان اخر منشات معانا من يلا كوره، مؤمن زكريا يكشف كواليس احتفال محمد صلاح معاه، وهنروح يعني ناخد من الـ يعني تصريحات مؤمن زكريا لمحمد صلاح. وكانت انا هوند بتسالك يعني ليه محمد صلاح الاخبار ما بقتش ايجابيه بشكل كبير زي الفترات اللي فاتت. طبعا محمد صلاح نجم كبير واحنا عشان بنحبه عايزينه يفضل ماشي على نفس الوتيره، ولكن ده طبعا كره القدم والاحداث والتغيرات اللي بتحصل في اي وضع لاي لاعب او اي فريق كبير ده شيء طبيعي جدا، ولكن طبعا محمد صلاح زي ما هو نجم في الكوره هو نجم في اخلاقه ونجم في طباعه، وده اللي حصل مع الكابتن مؤمن زكريا. طبعا كانت لفته انسانيه جميله جدا، كل الناس بصراحه رفعت له القبعه ان هو يقدر ان هو يطلب من الطبيب بتاعه ان هو يحضر معاه الاحتفال، ومش كده وبس ان هو عشان مؤمن قال انا ما قدرتش انزل الملعب او اطلع المدرجات، اصر محمد صلاح ان هو يبقى في غرفه الملابس، ومش كده ان المدير الفني كلوب بنفسه اللي هو قاد مؤمن زكريا للمكان، وده شيء طبيعي وشيء جميل من محمد صلاح، وبصراحه بنتمنى له التوفيق ونتمنى المؤمن بصراحه الشفاء باذن الله العاجل التمام الكامل، وكلنا معاهم هما الاثنين طبعا نجوم مصر يعني. ايرلينج هالاند بيهدد محمد صلاح في الفتره الاخيره، طبعا النجم النرويجي لمانشستر سيتي بعد تحقيقه لارقام قياسيه كبيره في 6 جولات يعني اللي يمكن خاضها في الموسم الجديد، هل في تهديد حقيقي على ارقام محمد صلاح في هذا الموسم؟ طبعا احنا برضو الموسم لسه يعني في كتير، ومحمد صلاح لسه في عز نجوميته يعني، في ناس اعطت له ان هو افضل لاعب دلوقتي موجود على الساحه، وشيء طبيعي الرياضه بيبقى فيها يعني هات وخد زي ما بيقولوا كده، وفيها ارتفاع وانخفاض يعني، حتى احنا شايفين ريال مدريد في افتتاح المباراه في اول موسم مدربهم الايطالي انشيلوتي قال لهم خلوا بالكم ان احنا في الموسم اللي فات في افتتاح المباراه اتغلبوا من اضعف فريق موجود،
ده مش معناه ان ريال مدريد اصبح اني بقى ضعيف، لا، ريال مدريد بينافس على اللقب ال14 ان هو اكبر نادي خد ده، فده شيء طبيعي ان يحصل، ولكن محمد صلاح ان شاء الله يفضل وقادم وكلنا في ظهره ان شاء الله. استاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي بجريده الجمهوريه، بشكر حضرتك جدا. اهلا وسهلا، شكرا يا فندم. ودي كانت اخبارنا هنا من مقر جريده الجمهوريه، وتعليق كمان الناقد الرياضي حسام الغرباوي على اخبارنا. شكرا لكم جدا، وعوده مره اخرى الى الاستوديو. نشكرك وسلمنا على أستاذ حسام جدا، شكرا لك زميلتنا العزيزة نورهان طمان، قراءة أكيد رائعة. وبتفق معاه برضو في النقطة الأخيرة اللي اتكلم فيها عن موضوع محمد صلاح، البعض يمكن اللي بينتقد هو شايف إن هو يعني حاجة كبيرة قوي، دايما بيحتل المراكز الأولى ودايما محقق انتصارات كبيرة وغير مسبوقة كمان بشكل كبير، فربما الناس عندها غيرة عليه. لو كده مقبول، لكن لو قصة إن أنا بعمل انتقاد لفكرة إن أنا مش قابل إن هو يحصل له إخفاق ما أو إن هو يتراجع في فترة ما، عايزه على طول في المقدمة، ده يبقى شيء مش طبيعي، لأن هنرجع نقول نفس الكلام اللي قلناه أنا وكريم في الانترو، مفيش حاجة بتفضل على حالها على طول، لازم بيحصل إخفاق وبعد كده سرعان ما تعود مرة تانية بتقف على رجلك. ده بالنسبة للرياضيين، بالنسبة للأبطال، بالنسبة للنوادي، بالنسبة لكل الكيانات، هي دي الحياة وهي دي منظومة أو طاقة الحياة، فده أمر طبيعي جدا. لكن أكيد محمد صلاح برضو سرعان ما بيعود مرة تانية، وده إحنا كلنا برضو شفناه. فيعني كده كده يا نهواند لازم تلاقي برضو نموذج للشخص اللي هو قاعد لا بيعمل اي حاجه مفيده برضو، ده موجود والله العظيم، قاعد يصطاد بس اي حاجه ويصطاد في المايه العكره ويلقى هنا ويلقى هنا. طب انت شخصيا بتعمل ايه؟ ما بيعملش حاجه، ما ولا اي حاجه والله. والناس اللي تقعد تقول لك يعني ايه تنظر وهي مش فاهمه في اصل الموضوع او اصل الشغلانه، يعني في اللي هو يقعدوا ينظروا، طب حضرتك فاهم في الموضوع ده؟ لا. ليك علاقه بالموضوع ده؟ لا. طيب عشان كده بص، فكره ان انت ترد على كل حاجه ده بيبقى يعني دي قيمه انت بتديها للشخص ممكن يكون لا يستحقها، فاوقات كتير مش مفروض انك ترد، هو العلاج انك ما تردش، وده لازم يحصل. يعني بيبقى مضيعه للوقت وللجهد في كتير جدا من الاحيان. عايزين نقول لكم على خبر برضو ليه علاقه طالما بنتكلم بقى على انجلترا وعلى الدوري الانجليزي. في عائله امريكيه اسمها عائله جليزر، هي دي الاسره اللي تمتلك نادي مانشستر يونايتد الانجليزي، واللي بيفكروا فعلا في ان هم يبيعوا النادي خلال الفتره اللي جايه بعد ما توترت جدا العلاقات ما بين العائله وما بين جماهير الفريق، طبعا بسبب تراجع النتائج الفريق طول الفتره اللي فاتت. وفقا لما اشارت اليه صحيفه ديلي ميل البريطانيه، فان ملاك مانشستر يونايتد قد حددوا سعر بيع النادي وهو 3.7 مليار جنيه استرليني، وفي حال الحصول على هذا الرقم ستتخلى العائلة أو الأسرة عن ملكية هذا النادي. وأضافت كمان الصحيفة أن في عدد من المستثمرين عندهم القدرة على دفع هذا المبلغ المحدد من أجل إتمام عملية البيع أو نقل ملكية مانشستر يونايتد، من أبرزهم على الإطلاق محمد بن راشد المكتوم حاكم دبي ورجل كمان الأعمال البريطاني جيمي راتكليف، اللي كشف خلال الفترة الأخيرة عن رغبته في ان هو يعني يستحوذ ويشتري مانشستر يونايتد. جدير بالذكر ان مانشستر يونايتد كان فاز على ارسنال بثلاث اهداف مقابل هدف في ختام الجوله السادسه من الدوري الانجليزي الممتاز، وبيحتل حاليا المركز الخامس برصيد 12 نقطه. طب هو عندك مثلا لسه مثال عن اللي احنا كنا بنتكلم فيه، مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد كان من الفرق الثقيله جدا جدا، واللعيبه اللي فيه ناس ثقيله جدا، وبدايات كريستيانو رونالدو حاجه كانت عظيمه، اهو بص دلوقتي واصل الحال فين. فيعني هو ده اللي بقوله لحضراتكم، باريس سان جيرمان بالاسماء العظيمه اللي موجوده فيه، هل هم لمعوا ام لا؟ هل النادي حقق المرجو ام لا؟ مش مقياس. برشلونه على سبيل المثال ايضا طبعا. فهي دي النقطة التاني، هي دي الحياة، هو ده الأمور الطبيعية اللي بتحصل، ده اللي احنا قلناه برضو عن النادي الأهلي، في إخفاقات بتحصل في بعض السنوات ولكن سرعان ما بيعود مرة تانية بيقف على رجليه، وده مش كلامنا، ده التاريخ هو اللي بيقول كده، وحضراتكم تقدروا ترجعوا للتاريخ اللي بيشكك. يعني على كل حال خلينا نروح لهدافي دوري أبطال أوروبا، وعايز أقول لحضراتكم احنا عاملين كده زي قائمة، أو يعني القائمة هقولها لحضراتكم من أفضل واحد لآخر واحد، وهم أفضل خمس هدافين ده في تاريخ بقى بنتكلم دوري أبطال أوروبا. كريستيانو رونالدو بيحصد الرانك أو اللقب الأول برصيد، هنا كان بقى كريم بجد رقم برضو كبير جدا، 140 هدف، بعد كده ميسي 125 هدف، بعد كده ليفاندوفسكي 86 هدف، بعدين كريم بنزيما 86 هدف، وبعد كده راؤول جونزالو
جونزاليس ب 71 هدف. بس كده نقدر نقول ان رونالدو بيتصدر قائمه هدافي دوري ابطال اوروبا، رغم ان احنا عارفين ان هو يعني طبعا مانشستر يونايتد مؤخرا فشل ان هو يتاهل للبطوله، لكن رغم ان هو مش هيكون موجود لكن هو بيتصدر بتاريخه لاحراز للاهداف يعني القائمه. ف برضو كريستيانو رونالدو من الأسماء العظيمة جدا طبعا. لكن برضو شوفوا مع مانشستر لما راح، هل هو حقق حاجة؟ لا، ده كريستيانو رونالدو، فده بيحصل، ده بيحصل عادي جدا. قبل بقى ما نسيب الدوري الإنجليزي، عايزين نقول لحضراتكم أن انتهت بالفعل منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2022-2023، وشهدت عدد كبير من الأهداف والمباريات المثيرة جدا، وشهدت كمان سقوط حامل اللقب في الموسم اللي فات مانشستر سيتي في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام أستون فيلا، واللي حصل كمان إن خسر ليفربول نقاط جديدة، وطبعا ده شيء مؤسف جدا لكل المصريين والعرب اللي بيشجعوا الفريق عشان محمد صلاح. طبعا ده بعد التعادل السلبي أمام برايتون، إيفرتون عفوا، أمام إيفرتون، وبكده بيكون أرسنال هو اللي بيتصدر جدول ترتيب فرق البريمير ليج برصيد 15 نقطة حتى هذه اللحظة، يليه مانشستر سيتي، ثم توتنهام ثالثا ب 14 نقطة، وفي المركز الرابع برايتون ب 13 نقطة، وواصل النجم الدنماركي إيرلينج هالاند صدرته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف بعد أن سجل هدفه العاشر في شباك أستون فيلا مؤخرا. طب احنا بالخبر ده كده الفقره الاولى والانترو بتاعنا بكل ما يحمله من اخبار طبعا محليه وعالميه رياضيه وغيرها خلصت. بس قبل ما نروح فاصل برضو بفكر حضراتكم، لان اعتقد الفقره اللي جايه هتكون في غايه الاهميه، هنتكلم فيها عن فكره هنا ازاي الواحد او احنا كاباء يحسنوا او نحسن السلوك عند الاطفال، وفي نفس الوقت ده بيبقى ليه انعكاسات كبيره جدا بالذات بعد كده في الفتره اللي هي بيتم تكوين فيها الشخصيه، لان بعد كده بتجيب للمجتمع يا انسان سليم يا انسان عنده مشاكل يعني نفسيه او غيره، فده بيؤثر في الاخر على المجتمع وعلينا ككل. وبالمناسبه قبل ما نطلع فاصل خليني اسالك، ده كنت من الاطفال اللي عندهم، انت عارف في طبعا عشان نتكلم هنا عن موضوع السلوكيات وغيره، في اطفال من هم صغيرين كان عندهم عدوانيه شديده، وفي اطفال كان عندهم خجل شديد، انت كنت يعني وانواع ثانيه طبعا، انت كنت وانت طفل عامل ازاي؟ لا انا كنت بميل للهدوء جدا والله العظيم. عارفه انت الاطفال اللي هم جايبين شعرهم على جنب وحاطين الكتب تحت باطهم ورايحين، عارفه بجد؟ اه والله. ما كنتش شاطر قوي دراسيا بس كنت ملتزم يعني وما كنتش بتشقى، يعني انا كنت اقل واحد في شلتي شقاوه يعني. معقوله؟ انا بقى عكسك تماما. انا العكس تماما. كنت خاربه الدنيا في المدرسه. انا كنت خاربه الدنيا، انا كنت بتخانق مع الولاد، بتخانق مع البنات بالضرب، ومامتي وانا في كي جي 2 كانت بتيجي استرعاء ولي امر، انا كان بجد كي جي 2 يعني انت فاهم اللي انا فيه. خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا بكم مره تانية. الفقره دي حضرات تهم كل ولي امر عنده ابن عنده فرط حركه، عنده ابن مشاكس، عنده ابن عنيف، عنده ابن عندي، عنده ابن ما بيذاكرش. فكره تعديل سلوك الاطفال وتحديدا من خلال الرياضه، ده المحور اللي هنتكلم فيه في الجزء الاول من الفقره الاخيره النهارده ان شاء الله، طبعا بحضور دكتوره دعاء بيرو خبير تعديل سلوك الاطفال. صباح الفل عليكي واهلا بيك. صباح الخير على كل مشاهدي طبعا قناه الاهلي، وسعيده انا جدا معاكم النهارده. واحنا كمان دكتور عبير، واحنا بننوه عن الفقره، كنت بسال كريم كده بقول له وانت طفل كنت يعني عامل ازاي؟ الاطفال انواع كتيره جدا يعني، الخجول، الواثق في نفسه، العنيد، الاناني، بالظبط حاجات زي كده. فمعلش هو دعاء بيرو ده اسم العائلة صح؟ انا قلت لك عبير مش نكنيم. انا قلت لك عبير على اساس بيرو. انا كنت لسه عند الاسم مش سلوك بقى. لا ده اسم جدي ومش دلع ولا حاجه، بس مش مصري. لا ولا مصري يعني، لا في اصول من بس اكيد حد بيتلخبط ويقول لك عبير. ها لا ده على طول يعني، فخذي راحتك. دكتور دعاء، ففي الطفل الخجول في غيره، فكريم كان بيقول ان هو من طفل كان خجول مش ملتزم قوي بس هادي وغيره. انا قلت له انا النقيض، انا فعلا كنت شقي جدا، واي حد يضايقني اضربه، واي حد لا والله بجد ما شاء الله اضربهم بالقلم كمان. سلوك عدواني يعني، مش عارفه. لا اي حد يضايقني جبروت في حضانه. بس اقول لك على حاجه، عمري ما شفت طفله في حضانه عندها جبروت يعني شقيه ماشي، لكن جبروت وفي البنت، في البنت كمان. بس اقول لك على حاجه والله، انا كان انا دايما رد فعل يعني، ما اروحش اضايق حد، بس لو حد ضايقني كنت بضربهم بالقلم. اللي يضربك يضربني. المبدا اللي هو كان كل الابهاء والامهات عايشين بيه. واستدعاء ولي امر بقى كان قصص. فيعني خلينا نبدا من حالاتنا كده والكيسز بتاعت الاطفال اللي زينا.
وبعدين نخش بقى، لان طبعا حتى لو في ناس كده او اطفال كده لازم يتم تعديل السلوك عشان في المستقبل لو الموضوع زاد عن حده، لو فتره اوكي بس لو زاد عن حده بيبقى مرض طبعا ولازم يتعالج. احنا بدايه لو اتكلمنا عن تعديل السلوك، ايه المقصود بتعديل السلوك؟ تعديل السلوك ده نوع من انواع العلاج، العلاج السلوكي. بمعنى ايه؟ ان انا بغير وبعمل تبديل لسلوكيات غير مرغوب فيها، غير محببه، الى سلوكيات اخرى محببه ومقبوله ومقبوله من المجتمع. وده بيتم عن طريق التعزيز الايجابي والسلبي، يعني بمبدا الثواب والعقاب. يعني زي مثلا الامهات في البيت، وده بيمارسوه بطريقه طبيعيه جدا، لما ابنها بيجيب درجات كويسه فهي بتديله مكافاه، بيبقى فيه ثواب، بيبقى فيه تحفيز، وبتعمل سبوت على السلوك الايجابي. لكن لو جاب درجات مش كويسه، اخفق في حاجه، فبالتالي بتحرمه من حاجات معينه، بيبقى فيه عقاب عشان تكرهه في السلوك ده، فيبدا يعرف ان هو عمل حاجه مش كويسه، عمل تراخي في ماده معينه، فيبدا يغير من سلوكه. اذا العقاب مطلوب والثواب مطلوب. السلوك، تقديم السلوك في حد ذاته، ما ممكن يبقى في حد شايف شيء ايجابي في سلوك يبدو سلبي. يعني مثلا الشقاوه، في ناس بتشوف ان مرجعيتها ذكاء، فاهم قصدي؟ حقيقي ان ومفيش داعي ان احنا نجهد الشقاوه بتاعت الطفل الشقي، عشان ده ممكن كأنه بيفرمل معدل الذكاء بتاعه. حضرتك بتقول حاجه حلوه جدا، ان قد نرى السلوك اللي الناس تانية شايفاه ان هو مش مقبول، ان هو حاجه ايجابيه، بس يتوظف فين بقى استاذ كريم؟ يعني احنا نوظفه فين؟ ما هو الطفل اللي بيتحرك كتير في الكلاس ده محتاجين ان احنا نوظفه بطريقه سليمه، عشان يبقى، عشان بعد كده ما يبقاش حاجه تانية في الرياضه مثلا في المستقبل. الطفل الشخصيه القويه احنا محتاجين ان احنا ما نفرطش قوي في ان احنا نشكر فيه، او ان احنا نحفزه قوي، او ان احنا نشجعه، او ان احنا نخليه يختار بنفسه، فيبقى اناني وعنيد وبيتعامل مع زوجته بطريقه مش كويسه، في الشغل بطريقه مش كويسه. فهي فكره ان انا ممكن فعلا ان السلوك اللي عندي ده ممكن يكون الناس شايفاه سلبي، بس انا ممكن اوظفه بطريقه ان هو يبقى ايجابي ومقبول ولطيف. لا دي نقطة صح على فكرة. عشان كده تاني وحضرتك برضو تأكدي لي المعلومة دي، الشخصية بتتكون من الصغر، يعني طبعاً. يعني كل الناس اللي بتكبر وعندها مشاكل نفسية أو غيره دي بتبقى بسبب حاجات شافوها في طفولتهم. من سن كام بقى تحديدا لكام؟ يعني هل فعلا زي ما قريت من سن 7 سنين لغاية 13، ولا مش ده السن؟ لا هو فعلا من سن 7 ل 13، ومن قبل كده كمان. احنا لازم نهتم جدا بالفتره اللي هي من 3 ل 7، دي فتره مهمه جدا. ناس كتير قوي بتقول لي ما صغير ايه يعني لما يضرب، ايه يعني لما يبقى عنيد، ما هي دي السمات بتاعه الاطفال. لا بالعكس، لازم جدا نروض الطفل ونخلي بالنا جدا من تصرفاتنا. بمعنى ايه؟ هقول لحضرتك على حاجه. الاطفال كلها بتتعلم عن طريق المحاكاه، ودي الوسيله اللي بتتعلم بيها، مش الاوردرز والكلام الشفوي. يعني معنى ايه؟ ان هم بيشوفونا بيقلدونا. يعني ما اقولش الواحد اعمل كذا وانا مش بعمله. مثلا اقول لابني ما تكذبش، اوكي اوكي، او ما تعليش صوتك، وانا عماله اعلي صوتي في البيت، ويجي لي مثلا يجي لي مكالمه، فاقول لمراتي اقول له بابا نايم، انا مشغول، انا مش فاضي. فانا كده انا بقول له ما تكذبش، وانا كذبت. فالطفل كده ايه هيحصل عنده؟ ايه اضطراب هوكم؟ يعني انا طب اكذب وما اكذبش؟ طب انا هيحصل ايه؟ ففي اضطراب عنده في الشخصيه. طب هو ده الكذب ده سلوك مقبول ولا وحش ولا ايه؟ اذا كان هم بيقولوا لي في المدرسه ما تكذبش، وبابا برده بيقول لي ما تكذبش، فانا كده التفاصيل الصغيره هي دي اللي بتاثر في شخصيه ابني. يبدا بعد كده السن الصغيره دي لو ما قاومتوش يبدا في المراهقه ما يبقاش كويس، بعد كده في الشباب، ونلاقي بقى الجرائم الثانيه اللي بتحصل بعد كده. واي سلوك لدى الطفل قابل للتعديل والتقويم، ولا في طباع معينة يعني واخدة صورة سلوكيات لكن هي في الأصل مرجعيتها أن ده طبع في الطفل ده؟ لما عملوا الأبحاث والدراسات قالوا أن السلوك مكتسب وليس وراثي. يعني إيه مكتسب؟ مكتسب من البيئة ويصلح تعديله، زي فرط الحركة، زي الأنانية، زي العند، زي الخوف، زي التردد، زي عدم اتخاذ القرار والتردد، زي الأنانية. كل الصفات دي مكتسبة من البيئة، لأن احنا بنتصرف معهم بطريقة معينة هي اللي بتخليهم بالمنظر ده من هم صغيرين. بالزبط. بمعنى ايه؟ لما الطفل هو صغير ألاقيه بياخد على جدته فبيناديها باسمه، أو بيشتم ده أو بيشتم ده، فأقول الله ده لطيف، ده بيشتم وكلام ده كله، وشايفاه حاجة لطيفة، مع ان دي حاجه مش لطيفه وانا ما قومتهاش من هو صغيره. فيبدا بعد كده ما يحترمش الاكبر منه. اذا التصرفات اللي احنا بنعملها واحنا صغيرين لازم نخلي بالنا منها عشان تنعكس بعد كده عليه وهو كبير. طب لو هتتفق معايا دكتور دعاء في النقطه دي، في اباء بقى هم اللي عندهم مشكله
يعني هم يمكن من تراكمات وهم اطفال عندهم مشكله عندهم نفسيه، أمراض نفسية فبالتالي طبعاً. بيربوا الجيل الجديد اللي هو اولادهم في السن اللي هو بيتكون فيه الشخصيه بطريقه اصلا غلط. فتلاقي الاب النرجسي، الاب اللي يعني اللي مش مهتم خالص، اللي بيفكر في نفسه، حاجات زي كده، في انواع كتيره. فيبتدي ده يصدره لعياله فيربيهم بطريقه يطلعوا زيه بالظبط، ده لو ما كانش اوحش. فهنا مش الطفل هو المسؤول، هنا الاب او الام. دي كارثه ثانيه، هي التربيه دي طبعا كارثة التربيه أخرى. يعني احنا مثلا بنقول ايه لما بيجي مثلا في المدارس المدرسين لما بتكلم معاهم فيقول لي ده الطفل ده عنيد قوي. جينا بقى لما بحثنا ورا الموضوع ده العند والاجريسيف ده، ان بابا وماما عندهم عند قدام بعض، بيتخانقوا قدام بعض، مفيش مرونه، فبالتالي الطفل بيكتسب هذه الصفات، ان هو ما عندوش حته المرونه في ان هو يتعامل مع اللي حواليه، تقبل النقد، ان هو يتعامل بحب تقبل الاخر، او الاحساس كمان بالدونيه. ده العدوانيه ساعات بتبقى من الاحساس بالدونيه وان هو مش متقبل نفسه. تيجي هنا بقى دور الرياضه في تغيير هذه السلوكيات. حلو. الرياضه الحقيقه دايما يعني الناس بتلجأ لها في كمان املا في تغيير طباع معينه في اولادهم. يعني مثلا اولياء الامور اللي عندهم ابن عنيف بيقول لك نوجه الطاقه بتاعته دي او فرط الحركه نوجهها للرياضه عشان يستفيد منها، او الخوف والخجل. اللي عنده ابن مثلا خجول زياده، انطوائي، يعني مسالم بشكل مبالغ فيه، ففي اولياء امور يقول لك ده هيعيش ازاي الواد ده لما يكبر، فلازم ندخله برضو يلعب رياضه، حتى رياضه قتاليه تحديدا، يقول لك عشان دي ايه هتشكل له شخصيته. فالى اي درجه الكلام ده مظبوط؟ الكلام ده مظبوط جدا. الرياضه لو احنا قعدنا نتكلم عليها حلقات، هي بتغير شخصيه الانسان 180 درجه. مش بس جسمانيا، ان هي بتحسن الشكل الجسماني والصح، مش الصحه بس، مش هي بتحسن يعني عضله القلب وان هي بتمنع من الاصابه بالامراض كمان. الرياضه يعني لما عملوا مقارنه بين الطفل اللي بيلعب رياضه وواحد تاني، لقوا ان الطفل اللي بيلعب رياضه ده لما بيبذل اي مجهود عادي في حياته مش بيحس بالاعياء والتعب زي طفل تاني ممكن يطلع سلم مش بيلعب رياضه. فالرياضه طبعا بتغير السلوك 180 درجه. يعني مثلا حته الطفل اللي هو العدواني، والعدواني ده ممكن يكون عدواني بالجسد وبالضرب او باللفظ، ان هو دايما بيضرب اللي حواليه، بيضرب اخواته، بيضرب زمايله في الكلاس. فحته بقى، وده بيجي زي ما قلت حضرتك ليه، ان هو بيشعر بالدونيه وان ما حدش حبه، ما حدش متقبله، ده بيحصل. فحته تيجي بقى ان اهله يجوا كيس بتجيلنا كده، ان اهله يودوه يلعب رياضه، فلما يلعب رياضه الممارسات اليوميه وان هو بيقابل ناس وبيقابل الكابتن وبيحس انه فريق، بيحس انه الناس متقبلاه، فيبدا هو نفسه يحب نفسه، ولما يحب نفسه تزداد ثقته بنفسه ويتقبل، ويبدا يتعامل بشكل مريح مع الاخرين وبشكل ايجابي. زي الطفل مثلا برضو اللي هو الجبان والخواف ده، اللي هو مش عايز يحتك بحد. ده بقى اهله على طول مخلين بالهم عليه، قافلين عليه ولا ايه؟ اللي هو هو يعني بيبقى ممكن يكون وحيد احيانا، ممكن يكون كمان من كتر ان هو مش بيكتم مشاعره. كبت المشاعر وتخزين المشاعر بيعمل حاجه من الكبت والاكتئاب، وتوصل للتوحد والخجل والامراض اللي احنا بنشوفها. يبقى الاهالي عليهم دور كبير جدا برضه يعني. طبعا يعني ان كنا بنقول المدرسه مهمه، فالبيت ده نمبر 1. ففي حته ان احنا الرياضه نلعب بقى، يعني اذا كان الخجل ممكن يكون عند البنات وممكن يكون بنسبه بس مش زياده عن اللزوم. بقول لك بضربهم يا دكتور، بضربهم. كنت واخده حقك بس كانت بتضربه بخجل للامانه برضه، يعني كلمه حق لازم تتقال. يعني برضه بايه، متحفظه شويه والله، متحفظه. في الكلاس بتاعها كانت مرتفعه جدا. طب اقول لك على حاجه، والله رغم اني كنت شقيه جدا كده بس كانوا يحبوني والمدرسين كانوا بيحبوني والله العظيم. ده وده يعني. طب هقول لك على حاجه، يمكن كنت بتدافع عن الغلابه شويه. كنت بدافع فعلا. طب والله فعلا يعني كان معانا حد كانوا طفله من السبيشال نيدز كمان، انا فاكره كانوا بيغلسوا عليها، انا كنت بروح اضربهم اللي بيغلسوا عليها، ما كنتش اعرفها. عشان كده كنت محبوب يمكن يعني. والله يمكن كنا بنقول ايه، السلوك المحبوب اللي هو بيتوظف بطريقه سليمه، ان هي ممكن ان هي تكون شقوتها بتتوظف صح. زي الطفل اللي بيتحرك كتير في الكلاس والمدرس مش عارف يعمل ايه، كل شويه يقوم كل شويه يقوم، ده فرط حركه. فنبدا ان احنا نخليه في ايه،
اعمل كذا، يتوظف اعمل اكتيفيتي، يبقى الكابتن بتاع الكلاس، تبقى مثلا يساعد في الانشطه الرياضيه في الحفلات. بص يا دكتور دعاء، هقول لك على حاجه، الملف ده في غايه الاهميه، والملف ده مش هزار، مربوط كمان بعد كده بالعلاقات الزوجيه ونسب الطلاق في المجتمعات اللي انت عايز اقول لك بتجوز واحد او بيتجوز واحده. الرياضه بتهذب يعني العواطف والمشاعر. يعني انا لما بربي ابني من هو صغير، هو بيروح، ومش هنقول بقى نادي وتكلفه، الناس تقول لك ما احنا النوادي غاليه، في مراكز، في مراكز رياضيه وفي جيم، ان هو بيحتك بالجنس الاخر، وان دي معاه في الفريق، وان دي زي اخته، فيبدا بعد كده لما يروح المدرسه يتعلم ازاي يتعامل مع البنت، يتعامل مع معاها ازاي في الكليه، مش زي ما بنحصل والحاجات الغريبه اللي بنسمع عنها دلوقتي في تعامل الولد مع البنت. فهنا بتشكل فعلا شخصيه الولد من هو صغير، ازاي بربيه على الايجابيه والتعاون، أو ازاي بربيه على الثقه بالنفس، او العكس بيتربى، ازاي بربيه على ان هو لما بيبقى في فريق ومصلحتنا كلنا واحده، ان احنا مش انانيين، كلنا تيم ورك، ودي فكره التيم ورك اللي احنا لازم نعملها في الشركات والمؤسسات، ان هو ازاي كلنا مع بعض عايزين ايه، مصلحه الفريق، مش مهم مين اللي جاب الجول، المهم ان احنا فزنا في الاخر. صحيح. وفي الاخر ان احنا مصلحتنا واحده، وبشعر بنفسي وبرضه ذاتي انا عضو مهم في المكان ده، فاشعر باهميتي، وبعد كده كل ده يتغير في حياتي، يتغير في الحياه بعد ما الواحد يتجوز ويفهم ان هي مش عقد عبوديه، ده يسيطر على ده ودي تسيطر على ده، وعقد شراكه، لازم تيم ورك عشان العلاقه تنجح، لكن ده ميسنج عند ناس كتيره، فنسب الطلاق عالي. بص احنا عايزين حلقات، لازم مرونه، لازم مرونه طبعا، الرياضه بتعلم المرونه. لو هتبقي انا عارفه حضرتك من اسكندريه صح كده؟ لا ده انا اجي لكم مخصوص. لا بجد انا بتكلم بجد، عايزين ننسق حلقه ثانيه، ده ملف مهم فعلا، ونربط ده بالعلاقات وزي ما كنت بقول لحضرتك والنجاح الاجتماعي وغيره، لان ده ملف مهم قوي اعتقد احنا كلنا عايزين نسمعه. وازاي اولياء الامور لازم يحببوا اولادهم في الرياضه، وان هم طبعا دي مهمه جدا، لان احنا للاسف الشديد ولادنا بقى يميلوا للرياضه، لان احنا بنعمل برضو تصرفات غلط، بنجبرهم ساعات على رياضاتهم مش حابينها. المفروض ان الولد يروح النادي او المكان الرياضي، يجرب ده ويجرب ده، وبعد كده هو يقرر. البلاي ستيشن والحاجات دي هو جرب، يعني يسيبوا بقى البلاي ستيشن والسوشيال ميديا، ويبداوا يتجهوا للرياضه. الحاجه الاكيده ان الموضوع ده مليان تفاصيل تستحق ان حضرتك تنورينا مره ثانيه، ان شاء الله هنتعبك معانا بقى وتيجي لنا من اسكندريه ان شاء الله باذن الله. بس فعلا ده موضوع يهم كل اولياء الامور، فاحنا بنشكرك مبدئيا لغايه لما نلتقي ان شاء الله على خير، نورتينا في حلقتنا. ميرسي جدا، شكرا جدا، واتمنى لكم كل التوفيق لقناه النادي ان شاء الله. هنشوفك قريب تاني، ده وعد مننا. ونروح فاصل ونرجع بقى عشان نفتح مع حضراتكم كابتن عادل تعيمه، هينورنا، وملفات بقى كتيره جدا عن كره القدم، واكيد هنبداها بالنادي الاهلي. خليكم معانا. رحب بحضراتكم في اخر فقره معانا، واكيد هتبقى فقره خاصه بالرياضه وكره القدم، والحديث هيطول للحديث عن النادي الاهلي، كل بقى ما يحمله طبعا النادي الاهلي من ملفات. وطبعا احنا في فتره توقف دلوقتي، لكن الموسم الجديد خلاص قرب، وعايزين نبداه بشكل مختلف تماما عن الموسم اللي فات، شكل مختلف تماما عن الموسم اللي فات. كابتن عادل تعيمه منورنا، صباح الفل. صباح النور. تتفق معانا بقى ولا لا؟ احنا دايما متفقين مع بعض. انت فاكره كروش و اللي قبله يعني وسوارش برضه. وسوارش صحيح. صباح الفل على حضرتك ومنورنا كالعاده. نورك، ربنا يكرمك. وتعالى بعد اذن حضرتك نبتدي بالتفصيله، لان هواند يعني كانت بتتكلم فيها، ازاي نوصل لمرحله ان احنا ان شاء الله مع البدايه الجديده للموسم الجديد فعلا تكون بدايه مختلفه تماما عن اللي شفناه تحديدا في الجزء الاخير او الفتره الاخيره من الموسم الماضي اللي لسه خلصان. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لازم نبقى عارفين ان احنا بقالنا 3 مواسم متلاحمين، فدي ما بتحصلش في اي حته في العالم. واحنا بنشوف محمد صلاح لما بيجي مصر وبعدين بيطلع الغردقه او الشرم، يبقى الناس تقول لك ايه ده ايه الدلع ده؟ ده مش دلع، ده بالامر. انت بتاخد الشهر ده علشان جسمك، علشان جسمك البدني والرئتين والجهاز العصبي بتاعك ياخد الجرعه من الراحه، بحيث انك انت تقدر تخش على احمال وعلى شغل وعلى كثافه في المباريات، الى جانب النواحي النفسيه المهمه جدا طبعا، والضغط العصبي اللي بيبقى موجود في كل الماتشات. فالفتره دي بتبقى فتره اساسيه. احنا بقى لنا 3 سنين في النادي الاهلي ما بناخدهاش، حتى الفريق لما كان بياخد اسبوع ولا حاجه تلاقي اولادنا على طول في المنتخبات، سواء منتخب اولمبي او منتخب قومي. يعني بنبشر الناس ان احنا الحمد لله هنحاول اهو، او من خلال رابطه الانديه، ان هيبقى فيه من الموسم ده هيبقى فيه لعيبه واخدت فتره راحه، وخاصه القرار اللي النادي الاهلي اخده مجلس الاداره
اخده بعد ما لقى انه الامور ماشيه في طريق خلاص يعني تحصيل حاصل يعني. لا مش ما كانش تحصيل حاصل، لكن شاف ان بقى الموجه عاليه قوي وان هناك يعني في حاجات كده بتحصل ما هياش طبيعيه، وانا مش هخسر كل حاجه. فانا يعني خلاص الدوري شكله رايح في اتجاه معين باساليب معينه، فانا لازم ادي لعيبتي الراحه لان مش معقول هخسر الاثنين. حتى لو لعيبتي هتادي في الظروف اللي كانت موجوده مش هيحصل. وكنا بنشوف رئيس لجنه الحكام بيطلع الناس كلها بتقول على حاجه وهو بيتكلم في حاجه ثانيه خالص، ومعوقات في كل حاجه وجواب بيستخبى والحاجات دي. الموسم بحب في كابتن عادل ان هو ايه يقول كده او يدي الكلمه بس على الهادي. حلوه الكلام ده. ده نبض الشارع. لا صح، ده نبض الشارع، واحنا ناس بتقابلنا واحنا اصلا جمهور. فاحنا الحاجه دي مشتاقين اكيد في الاول في الاخر. يعني حضرتك تتخيلي دوله من خلال واحد، الدوله اللي دي اللي هي مصر بتمثلها، لما يخسر مصر والنادي الاهلي 5 مليون دولار دي معناها ايه؟ ودي رساله برضو للسيد وزير الشباب والرئيس الاتحاد. هي العمليه لما اخسر انا 5 مليون دولار، انا لو البطوله الافريقيه انا خدتها كنت هحصل على المبلغ ده. مين اللي كان هيحصل عليها؟ مصر بتاع عمله صعبه داخله، وداخله من خلال النادي الاهلي، الى جانب طبعا ان هتبقى المره الثالثه. الموسم اللي جاي احنا اولادنا اخذوا اجازه بالزبط. تقريبا هتخش في شهر وشويه، وحتى الولاد اللي كانوا مصابين وراجعين برضه هياخدوا اجازه مش اقل من 25 يوم، المعسكر يبقى من يوم 17. وبعدين رابطه الانديه بتقولوا انه الدوري هيبقى هيخلص في يوليو، فمعنى كده انه خلاص هيبقى الدوري بتاعنا مرتبط بالانديه على مستوى العالم كله. هتيجي برضه في الفترة الأخرانية بعد نهاية الموسم لعيبتنا هتاخد شهر الراحة الكاملة، ما بتبقاش راحة كاملة، بتبقى بيلعب أي حاجة تانية غير الكورة، يلعب سباحة، يلعب تنس، يعني بحيث إن هو الجهاز العصبي والعضلي يعني توصل لمرحلة إنك أنت كل الإجهاد اللي عندك وكل الضغط العصبي اللي عندك كله بيبقى بتبدأ من الصفر، الجسم كله بيبقى خلاص وصل لمرحلة خلاص مرتاح جدا، بحيث ان هو يخش على مرحله فتره الاعداد تبقى فتره قويه جدا بنسميها فتره بناء. زي ما بتبني حضرتك بتيجي تبني عماره، ايوه، فبتحط الاساس، اللي بيحط اساس كويس بيفضل الموسم كله. لا هتلاقي بقى لا شد ولا صليبي ولا غضروف ولا ولا ولا، لانك انت عملت البنيه التحتيه عندك عملتها بشكل جيد، وبالتالي الموسم كله بالنسبة لك بيبقى موسم قوي. وبرضه بنبشر الناس ان الموسم القادم احنا طبعا مش ما اشتركناش في كأس العالم للأسف يعني. فالموسم اللي جاي ما عندناش ارتباطات خالص تقريبا على مستوى المنتخب غير في مارس تصفيات افريقيا. ايوه. افريقيا ممكن ده يكون لمصلحتنا يعني، مش شرط يبقى ده حاجة وحشة، احنا كنا محتاجين ان احنا بجد نهدى شوية. برافو يعني عليك والله. برافو عليك. محتاجين فعلا، لأن دايما سياساتنا نهاوند غلط. يعني انا لما الاقي البطوله العربيه والاقي كل البلاد العربيه رايحه بالصف الثاني وبالاشبال، انا ليه اروح بالفريق الاول؟ ليه؟ صح. يعني انا رايح عشان اخد بطوله، طب انا ما خدتهاش، وبعدين رحت اجهدت لعيبتي، رحت داخل على افريقيا اجهدتهم زياده، وبعدين كاس عالم رحت الله انا هدفي كاس العالم، ايه اللي يوديني البطوله العربيه؟ طب انا اودي صف تاني، اودي المحليين. الفتره دي اتخذت فيها شويه قرارات غريبه ونتج عنها نتائج عجيبه اغرب حقيقه، يعني تتماشى مع الفكر اللي ناس كتير شافوا ان هو ما هواش الامثل، ما هواش الاظبط، مش مناسب للوضع اللي احنا فيه. على كل الاحوال هنستاذنك بس نطلع فاصل ونرجع نكمل كلام. اتفضل. حديثنا لسه مستمر مع كابتن عادل تعيمه، وعندي سؤال بقى لو تسمح لي كده نجيب من الاخر بقى. كابتن عادل تعيمه دلوقتي هو المدير الفني للنادي الاهلي، تمام؟ هو بما ان المنصب ايه شاغر، المدير الفني للنادي الاهلي، كابتن عادل هيعمل ايه للفريق علشان اقول ان انا هبدا موسم تاني جديد ان شاء الله خلال شهر وموسم قوي؟ ايه القرارات اللي حضرتك هتتخذها بما هنا تحديدا انا هقول النقاط كلعيبه، كجهاز فني، كجهاز معاون،
كمثلا معسكرات او غيره، خليني اعرف منظومه او فكر كابتن عادل هيعمل ايه، ومن اعارات اللعيبه وغيره مش بس اللعيبه الموجوده. البدايه طبعا بشوف قوام اللعيبه واللعيبه الدوليين اللي عندي واعمارهم ايه، المتوسط الاعمار بالنسبه للفرقه والمراكز اللي هي محتاجه مني اعاده نظر، ويبقى عندي شرايط او عندي سيديهات للعيبه بحيث ان انا ابقى عارف اللعيبه دي في خلال السنتين ثلاثه كانوا بيأدوا ازاي، والفتره الاخرانيه أدوا ازاي، وايه المعوقات اللي كانت بتقابلهم. كويس. دي نمره واحد. الاماكن اللي انا محتاج فيها دعم ابقى عارف عندي هجوم او دفاع، عندي عايز راس حربه، عايز واحد على الطرف اليمين، عايز باك ليفت، عايز جول، يعني الحاجات قلب دفاع، خمس ست مراكز انا محتاج فيهم دعم. اللي بحط واحد واثنين وثلاثه بحيث ان النادي وهو بيتعاقد بيبقى عارف البديل ايه، لان انا هتعاقد مع سي من الناس، سي من الناس ده ممكن زي ما بيحصل يعني بيبقى خلاص اتفقنا وبعدين النادي تبص تلاقيه رجع في كلامه. فالاماكن دي بتتوفر، وبعدين بنعمل فتره اعداد، وقبل ما اعمل فتره الاعداد انا كمدرب لازم عندي ثقافه اللاعب المصري. اللاعب المصري ليه مقومات معينه في التعامل معاه، مش معناه ان هو وحش او، لكن في اسلوب للتعامل معاه. نضرب مثال بجوزيه. جوزيه كان عنده ثقافه ازاي يتعامل مع اللاعب المصري او مع النجم المصري. مفاتيح التعامل مع اللاعب المصري عموما في راي حضرتك؟ هو في بعض اللاعبين بتبص تلاقي ان انت حضرتك ممكن جدا عشان عاقبك ما خليكش تلعب اقصى عقاب، انما لو خصمت منك مش مشكله. ده مش حاجه احترافيه ابدا دي. في لعيب كده، وفي لعيب لو انا خصمت منه فلوس يلعب وحش يتجنن، مش مشكله ان هو ما يلعبش. ازاي هو كسبان ازاي اتعامل معاه، وازاي هو خسران اتعامل معاه، ازاي اتعامل معاه وابقى بثق فيه ثقه كامله انه حياته بره الملعب كامله. التجمعات ان انا باستمرار عندي يوم مفتوح زي العالم كل ما بيعمل من الصبح لحد اخر النهار لحد بالليل، اللعيبه بييجوا الصبح قاعدين مع بعض معسكر مفتوح الى جانب الشغل التخصصي. نهاوند ناقصها الكرات العرضيه، يبقى انا بشتغل كل يوم على الكرات العرضيه. الراجل المدافع بيطلع بيحطها في اي حته، لا يطلع يحطها للزميل، عمليه اللعب تحت ضغط، كل الحاجات ديت بتبقى تدريبات تخصصيه علشان اللعيب لما بينزل في المباراه يبقى الحاجه دي بالنسبه له تحصيل حاصل. انا لما باخد كوره بمررها الكريم، لو انا ما اتمرنتش عليها كل يوم ممكن الجهاز العصبي بتاعي ما يبقاش فيه الحته الصحيان بتاعها باللغه العاميه يعني. فالى جانب طبعا من خلال اللعيبه اللي موجوده عندي مع التدعيمات بشوف انسب طريقه تلعبني تخليني ان انا العب بيها. ولازم عندي كمان مرونه في التعامل مع التكتيك اللي انا بلعب بيه، يبقى اللعيبه اللي عندي من خلال المباراه ممكن اول ربع ساعه بلعب بتكتيك معين، النص ساعه الاخرانيه بلعب بطريقه معينه، وما غيرش اسلوب النادي. نوب النادي اسلوب النادي الاهلي بيلعب بطريقه هجوميه قويه جدا، ما عملش انا دفاعي بقى زي ما حصل قبل كده. لا 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 لا، دي مش كورتنا، دي مش كورتنا فعلا. انا بدافع كويس قوي وبهاجم كويس طب قوي. طب كابتن عادل من الاخر، هتغير بعض اللعيبه، هتمشي لعيبه، هتجيب من الاعاره لعيبه، هتعمل ايه بالظبط من غير اسامي؟ لا انا مش هقول اسامي، لكن احنا اللعيبه اللي كانت بتادي وعندها الروح القتاليه موجوده، لو تسالي اي طفل في الشارع هيقول لك. والناس اللي ما كانتش بتادي بروح قتاليه والحاجه اللي هي كانت مطلوبه منها ما كانتش بتعملها، لازم يبقى يا اما يقعد على الدكه يا اما اعاره. فلابد هتنهي التعاقد مع بعض اللعيبه الموجوده سواء محليه او حتى اللي هي جايه لنا على سبيل الاحتراف؟ بالنسبه للتعاقد مع اللعيبه اللي جايه، هتنهي تعاقد مع لعيبه موجوده؟ لا اجانب لا. او معدنة؟ يعني شايف ان في لعيبه حاليا موجودين في النادي الاهلي ما تستحقش ان هي تكون موجوده في النادي؟ هتنهي التعاقد معاهم يعني؟ يعني ممكن في ناس ممكن تطلع اعاره لانه على مدى ثلاث سنين
الأداء اللي كان منتظر منهم ما كانش اللي الناس كانت متخيلة. وبعدين في فترات كتيرة الجمهور وهو بيتفرج غير المدير الفني ما بيتفرج. الجمهور بيبقى قاعد بيتفرج الكرة راحت وجت، المدير الفني بيبقى بيتفرج بعين مختلفة. والمحترفين عندنا عندنا طبعا ديانج طبعا وعلي معلول، واعتقد عندك بيرستا وعندك ميكسيوني. ميكسيوني ماشي لا كان يعني انا بتكلم ان جنرال لا ما هو ميكسيوني ماشي، وتاو برضو اعتقد لو جات له فرصه. لحد دلوقتي ما فيش حاجه خالص معلنه عن بيرستا، خلينا نقول ان هو ضمن المجموعه. وميكسيوني قبل ما يمشي كان برضو في كلام عليه، انا مش هزر حضرتك اتكلمت عليه معانا اصلا. انا مش هزر انا عايز ثلاثه، عايز ثلاثه مع علي معلول ومع ديانج، عايز ثلاثه يبقوا في الملعب. هو ديانج بصراحه اكثر من رائع، انا من الناس اللي شايفه لما بيكون فايق. لا حاجه يعني هو على فكره الاخفاقات بتاعته قليله جدا، مش هو بيدي لك 8 من 10 على طول حتى لو. وبعدين في بس في نقطه كريم غايبه عن الناس، لما يكون الفرقه 11 في 3 4 ما بيقدوش الواجب الدفاعي. ايوه مين اللي بيتحمل؟ واحد بقى زي ديانج، واحد زي حمدي فتحي، واحد زي عمرو السوليه، الثلاثه اللي قدام ما بيقدوش واجب دفاعي خالص. طبعا والنبع الناس عارفه يعني، يعني واحد على الطرف، واحد صانع لعب، واحد على الطرف الثاني. النقاط اللي حضرتك رديت بيها على سؤال نهواند اللي هي لو حضرتك كنت المدير الفني للنادي الاهلي، حضرتك ذكرت نقاط منطقيه جدا تبدو كخارطه طريق بديهيه اي مدير فني ايا كانت الظروف والملابسات اللي هو جاي عليها المفروض يتبعها بالظبط. لكن بيتهيألي في حاله سواريش كان في اعتبارات كتير خلته ما يقدرش يتبع النهج ده او التفكير الممنهج ده، يمكن عشان التوقيت اللي هو جه فيه ما كانش الامثل، يمكن عشان الوضع اللي جه عليه ما كانش هو الوضع الامثل للفريق. كان الفريق كان مهترئ الى حد كبير، يعني ما بين اصابات، ما بين غيابات، ما بين تصعيد، ما يعني تعتقد ان ده الاسلوب اللي لازم اي مدير فني يمشي عليه طالما هو بصدد اداره فريق معين فنيا ايا كانت الظروف وايا كان التوقيت وايا كانت الملابسات اللي هو جاي فيها، ولا ساعات برضو الظروف بتحكم؟ شوف انا احيانا بسمع يعني جمل كده بتبقى يعني ايه يعني فضفاضه شويه يعني، فانا بدافع عن سوريش. ازاي ادافع عنه وهو راجل هو جاي في ظروف صعبه؟ الظروف الصعبه دي في مدربين كتير مرت عليها، انا واحد منهم. فلما اخد انا بتولى تدريب فرقه قبل الدوري ما يبدا بمثلا 15 يوم وما فيش فرقه، وبعدين ربنا يكرمني ان انا اقدر اعمل واقف على حيلي واشتغل كويس، مش انا وغيري. فدي موهبه. هل الراجل اللي جه عمل بصمه في الفرقه من خلال 17 مباراه؟ ما عملش حاجه خالص من دي. بعيد وبكرر محمد محمود، ودي برضو رساله بنقولها، محمد محمود الراجل ما كانش بيلعبه خالص، يعني يلعبه دقيقتين يروح جايب له جول، يلعبه خمس دقائق في الاخر يروح عامل ضرب جزاء، حتى ايام موسيماني برضه نزله برضه حاجه بسيطه. فما اعرفش الراجل ده، انا من وجهه نظري لو اخذ فرصته هيعمل فرق كبير، هيبقى احسن من بوبو، اقسم لك بالله هيبقى احسن من بوبو واحسن من قفشه. انا بقول اسماء اهو، وربنا وكلنا يعني. انا دايما ولله الحمد دايما كنا لما بنقعد مثلا مع كابتن صالح ورايك ايه في الحاجه الفلانيه، نقول له الحاجه الفلانيه يا كابتن الحاجه دي 1 2 3. لما كابتن حسن حمدي وجي قال لنا ممكن نلعب بالفريق بتاعك، تقول الفرقه بتاعتي تكسب اي حد في مصر، وحصل ما فيهاش. المدرب لازم عنده موهبه التدريب وعنده موهبه الاداره، ان ازاي يدير 30 لعيب خليهم يحبوا بعض، ده بديهي يعني، والا ما يتقالش عليه حتى مدرب. حاجه المحبوب. اخيره يا كريم، ان انا وانا بختار الاجانب انا عايز راس حربه، راس الحربه اللي انا بختاره ليه مواصفات معينه، المواصفات المعينه دي ممكن ابقى نقولها في وقت تاني. انا شايف ان يعني الوقت بتاعنا خلص للاسف، وقتنا يعني خلاص ان شاء الله انا بقولها في وقت تاني، بس ان شاء الله لقاءاتنا هي اللي مش هتنتهي، لازم تيجي تنورنا قريب ان شاء الله ونكمل كلام في اللي احنا فتحناه في حلقتنا النهارده. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معانا. شكرا كابتن عادل، ما تغيبش علينا، ده اخر مره كان من شهر. لا نتجدد لقائنا باذن الله قريب مع حضرتك مره تانيه. بشكر حضراتكم انا وكريم اكيد على متابعتنا، نشوفكم في حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي، مع السلامه.